عند الإشارة تكون الساعة 3:51:20. عند الإشارة تكون الساعة 3:13. يا ربي جدول ممل، ما عندي شيء أسويه طول اليوم، ما أقدر أحش ولا أقدر أدحر لوادم، ما كل أشوف لي مسلسل أقعد أنكد عليه وعلى هالي. نيرمان برينج هذا التيشو معك لينكسات عشان أبكي وأطلع طاقتي السلبية على هذه المسلسلات. والله خالد يوسف دق علي بيني وبينك يعني قبل شهرين، قال لي والله أنا عندي مسلسل اسمه سر الباتع. قلت له جازك أنا بازع؟ يقول لا لا سرك سر الباتع. قلت له إيه مو مشكلة. وقال لي والله راح نعطيك أجر على الحلقة 100,000 دينار. قلت له يعني صدق إنه أجر متواضع، لكن ما عندي مشكلة. تم الاتفاق ووقعنا العقد، لكن للأسف للأسف ازلغتني الفنانة شمس، هي اللي سرها الباتة مصيبة صابتها، خذت الدور وخلوني أنا هني بالديرة. كل هذا عشان الفيزا تأخرت يوم واحد، مو تدرون لأن احنا فيزتنا احنا للدولز هذا الألعاب تفرق على الأوادم. والله العظيم هذا الغدر، ما يا رب الفنانات لما تحط فنانة براسها فنانة أخرى لازم تزلغ لها. يا ربي أرزاق أرزاق. على فكرة المسلسل راح يفشل، راح اسكت عنك لان انا صايمة، بعد الفطور ارد عليك. يبقى هي شمس انا تشلثم. ايه سيد ايش حقه متأخر. 3-1 كحة. يا هلا ويا مرحبا فيكم أعزائي المشاهدون والمشاهدات مع تلفوميات، مبارك عليكم الشهر وكل عام وانتوا بخير. التلفزيون في كل موسم رمضاني يحس انه بينفجر من كثرة المسلسلات، وبكل سنة فنانيننا وفناناتنا يتحفوننا باللي يقدمونا. يعني عندنا نمبر 1 محمد رمضان، بكل رمضان يطلع لنا بكاركتر صوت الحق، المجسم الوحش اللي ينصر المظلومون. طبعا بكل سنة يطلع هو المسكين بعدين يدش السجن بعدين فجأة ينتقم. أنا أتوقع أن هالسنة راح يصير العكس، ينتقم يدش السجن يتعدل. بس ها حطوا بالكم محمد رمضان الشرس مسلسلة حضرة العمدة، أما روبي مسلسلها العمدة أو العكس، ما أدري ضيعتهم. أي واحد العمدة أي واحد حضرة العمدة، رمضان العمدة. إيه بعد طلع النون ما يعلمون، هذا مسلسل الفنانة الجميلة الهام الفضالة الجديد، هالفنانة اللي تبارك الرحمن كل سنة تحلو أكثر وأكثر. بس أكيد هالسنة قصة المسلسل معروفة، ثلاثة يتهاوشون عليها وياخذها الغني بعد ما تلام الطب والتخير. وهالسنة عندنا مسلسلين بفكرة متشابهة أي كما يقولون الناس، أنا مالي شغل مو أنا اللي أقول. وهالمسلسلين أهم مجاريح للفنانة القديرة سعاد عبد الله، ومسلسل قرة عين للفنانة القديرة حياة الفهد. المسلسلين يتكلمون عن حياة كل وحدة بعد خروجها من السجن، لكن في مسلسل كوميدي والآخر تراجيدي. دعاً ما أدريش فيهم على السجون، اللهم يكافي. تذكرت هذا المسلسل ثمن عمري قبل اللي حياة الفهد تطلع من السجن. وفي أنباء عن اجتماع الفنانتان القديرتان في عمل لرمضان السنة القادمة، يا زينة من خبر. أما الفنان القدير سعد الفري عنده مسلسل اسمه منزل 12، ودائما عاد الفنان سعد الفري يتحفنا في أعماله مميزة. أتوقع قصة المسلسل عائلة تروح تسكن ببيت وهالبيت فيه أسرار، بعدين يطلع الأبو يبي ينتقم من واحد من 30 سنة، ما أدش قصتهم مع 20 سنة و25 سنة، ناس تموت بالانتقام. وهناك وفي مسلسل مصري بعد هذا اسمه سره الباتع، يتكلم عن حقبتين الحالية والتاريخية، فيه 700 ممثل، إذا مضيع ممثل ما تدري عنه بتشوفه بهالمسلسل. ما أدري شلون جمعوهم وماخذين معاهم هذه المطربة شمس معاهم، أكيد دورها تغني حق السلطان وتسحب منه حكي وتفضحه عند الأواتم. بعد هذا سرها باتع بس مو كثر سري. 3-1 هو اسمه رامز جلال. أيوة 3-1 ورامز جلال يسلم عليكم سلام كثير ويقول لكم زهبوا جهاز الضغط لأنه راجع لكم هالسنة.
يربط بهالأوادم ويعذبهم، ما أدريش فيه يا ربي، هي بروفة حق إبليس. وطبعا اسم الله عليهم الممثلين ما يدرون، سبحان الله فجأة صار المقلب، وهالفلوس التحول بحساباتهم ما أدري من وين. ونطير من الشرق الأوسط إلى لندن عشان نشوف مسلسل دفعة لندن اللي يستكمل سلسلة الدفعات الدراسية بعد القاهرة وبيروت. والغريب بهذه السلسلة انك تشوف كل شيء بالمسلسل الا الدراسة. حبني وحبك واخونك وطقك وماكو دراسة. لكن يا جماعة لا ينكر ابداع الكاتبة الجميلة هبة مشاري حمادة كل سنة. اما الكابلز ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي عندهم مسلسل اسمه ضرب نار. يلا ان شاء الله عقبال ما يصير عندي كابل ونسوي مسلسل تمتع شعر. اما الفنانة الجميلة نيلي كريم، اتمنى امنية حياتي انها السنة مو مسلسل نكد، تعبنا خلاص كل سنة مسلسل انكد من الثاني. ويا حلوها من كم يوم تشكر طليقها لانه هو اللي خلاها تبدع بالنكد اللي طلعته في المسلسلات السابقة. ما تهاوش معاك وطلع حرتي على الهواء. اما المسلسلات الكوميدية بعد ما لداعي نقول لكم القصة لان كلها مداحر وما اتوقع فيها شيء جديد، ولا ايش رايكم يا جماعة؟ وبعد هذه الوجبات الدسمة من الاعمال نلاحظ غياب امبراطورة الشاشة العربية رائدة الفوازير والمواويل الفنانة القديرة جلثم، لكن بإذن الله بنشوفها في رمضان وهذا اللي احنا نبيه. تات رمضان جانا وفرحنا له، اهلا رمضان رمضان جانا، رمضان جانا وفرحنا حقي انا، الناس تفرح لوجود رمضان لان انا فيه. وحاوي يا وحاوي هذه شنو؟ انا ألفت لحن من عندي. احلى احلى والله. فاقدين اليوم محمد النصاب القناص. يلا مع السلامه.